السلام عليكم الإخوان. الفيديو الثاني اللي بغينا نتكلموا فيه هي قضية ديال آدم النفاتي، اللعاب ديال الجيش اللي كلكم كتعرفوا أنه كونترا ديالو سالات، عفوا نقاطع شوية كامل، كونترا ديالو سالات مع الجيش. الجيش ديجا كان عارف راسو ما غاديش يجدد اللعيب، من بعد خرج بعد اشاعات تقول ان الراجل كتفاوض النفاتي حاليا حدود هاد الساعه. الاخوان ما كاين حتى شي تفاوض، يعني الراجل ما كتفاوضش مع ادم، غير اشاعه، ما كاين حتى شي حاجه حد الساعه، ما كاين والو. السؤال اللي انا قبل درت هذا الفيديو هو ديال بودريقة، فاش كان غير في المكتب، كان منخرط وكان بغى يجيب النفاتي، يمكن ياما تزيات يجيب الراجا هو اللي يخلص، وزيات ما قبلش، من وراها كان هدرة انه بودريقة عنده علاقة جيدة مع ادم، واقترحوا على المكتب ديال انيس محفوظ باش يجي الراجا. كان هو مشى الخليج وكان وعد انه عطاه البودريقة فاش يرجع من الخليج يجي الراجا. من بعد العقل شو الاخوان، لا بقيتوا عاقلين معايا، كان خرج تسريب ديال العقد ديالو من وراها، هو يرفض كعاد اللعاب ما تقبلش ذاك الامر، هي فاش دخلت الجيش وجابته. اليوم الراجا الرئيس ديال ابو دريقه ما كيحاولش انه يجيب هاد اللعاب، يعني انت فاش كنتي بعيد كنتي ديما كتخرج كتتكلم انا بغيت نجيب لعاب، انا بغيت نجيب جوج، والرئيس ما قبلش. دابا انت فاش وليتي رئيس ما بغيتيش تجيب اللعابه، ها هو دابا ادم عنده كونترا ديبر، علاش ما تجيبوش؟ علاش ما تفهمش معاه؟ بما انك ما قديتيش تجيب لعابه مزيانين برا، حاليا الخوت كما قلت لكم الراجل ما كتفاوضش مع ادم النفاتي. الخبر اللي كاين هو ان الوداد كتشاور معاه، يمكن على قبل ديك الهضره اللي كانت داك العام دين الحسوني اخر عام عنده في الوداد، وغادي يجيبوه بلاصتو. حاليا الوداد اللي كتشاور معاه ما كاين حتى شي خبر وما كاين حتى شي تاكيد انه مفاوضات كاينه بين الراجا وادم النفاتي. نتمنوا المكتب يتحرك، اما دابا ما رفعتي المنع ما جبتي اللعابه سوبر، يعني حتى وحده فيهم ما درتش، كاين غير الثقيل، يعني ما تسمع حتى شي اخبار انه شي لعاب سوبر جاي الفرقه. دوينا على شي افارقه من بعد سمعناهم انهم بعد واحد يمكن تسينا في واحد فريق اوروبي، تفاهمتي معاه وكل شيء، يبقى فقط توقع العقد من بعد تنسمعوا انه فريق اوروبي. جوج لعابة اخرين افارقة كما قلت لكم لي من بعد ما تكلمنا عليهم، بعد اخوان قالك لا راه تتكذب راسينا في شي، كل واحد سينا في فرقة. البارح شفنا انه في الموقع ولاو ليبر عاوتاني، يعني فسخوا معاهم فراقيهم، لعاب تفسخ معاه في مدة شهرين، يعني المستوى ديالو راه باين، مشى سينا في فريق اوروبي من بعد شهرين كيتفسخ العقد ديالو.
إذا راه باين النيفو ديال اللاعب حاليا اللي بان لينا واللي كنسمعو تيقلبوا على فحال هاد اللعابة، يعني ماشي شي لعابة اللي غادي تنافس بيهم حتى على البطولة. عندك كوب دارب قريب من وراه غتكون ان شاء الله البطولة وكأس العرش، خاصك فرقة تنافس بها وتحرز اللقب باش تشارك العام اللي موراه في العصبة. حاليا الدنيا مرونة، ما كاينش انتدابات اللي كيتسنى الجمهور، مازال باقي الوقت. نتمنوا في هذه الايام اللي جايه ولا الساعات اللي جايه ان شاء الله نسمعوا ولا نسقوا الاخبار شي انتدابات مزيانه، راه نحطوا لكم فيديو. هذا كان فيديو على الخوت على ادم النفاتي، حيت قريت علاش درت عليه فيديو، ما كنتش ندير عليه هو الفيديو، غير دخلت الفيس لقيت بزاف ديال الاخوان بعض الصفحات تيتكلموا الله يسمح لنا وان ادم عنده علاقه مزيانه مع بودريقه وراه تفاهم معاه حاليا يقدر من بعد. حاليا ما كاين والو الخوت، ما يكتب لكم حتى واحد، ما كاين حتى شي مفاوضات مع ادم النفاتي. نتمنى ان شاء الله من هنا لقدام نسمعوا اخبار زوينه كما قلت لكم، يا اما ديال التوقيع يا اما مفاوضات مع شي لاعب، راه نحطوا لكم فيديو ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف للكومونتير ديالكم، سمحوا لي ما بقيتش قليل فين كنجاوب على شي كومونتير، راه كما قلت لكم فيديوهات قبل علاش ما بقيتش كنقرا لي كومونتير. لوح الفيديو الناس اللي متبعينا وبغوا يدخلوا يتفرجوا مرحبا بهم، الناس اللي ماشي راجعين وبغوا يدخلوا يتفرجوا مرحبا بهم. كومونتير كومونتي، ولكن فين كتوصل لواحد الامور اخرى، فهاداك الشيء علاش مبقيتش نبقى نتبع لي كومونتير كاملين نقراهم. شكرا لكم الخوت، الفيديو الجاي ان شاء الله.